مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة الخامسة من السيزن الثالث من بلاك ميرور. إذا ما حضرتوا الحلقات الماضية والحلقات القادمة احضروهم وعملوا سبسكرايب للقناة، إن شاء الله حيوصلكم كل جديد. هذه الحلقة اسمها Men Against Fire، الرجال أو الإنسان ضد النار أو ضد الأسلحة. طبعا هون بتحكي عن قصة كتيبة من الجيش عم بيحاولوا أنهم يقتلوا ناس عندهم طفرات جينية، لأنه هاي الطفرات الجينية خايفين أنها تأثر على المجتمع، وهدول بيعتبروهم ضرر على المجتمع. طبعا القصة وما فيها زي ما أنتم شايفين، كل واحد عنده تشيب في دماغه، هذا التشيب بيخليه يشوف شغلات غير مرئية virtual، زي ما أنتم شفتوا على الخريطة اللي قدامه. بحط فيها مثلا أي شيء بالكماندرز أو القائد الفريق ممكن يرسلهم إياها ويبعث لهم السيجنال. هذه الحلقة ظهرت كتير ثيوريز انه في ناس منهم بيل جيتس عم بيحاول انه يسرع هذا التشيب على الناس في ايديهم، وهذا التشيب ممكن يأثر على تفكيرهم. هذه الحلقة يعني بتحكي عن هذا الشيء، ما بعرف هو يعني بالصدفة ام هو هل هو موجود، هل هناك فعلا فكرة مثل ذلك انها تكتشف هذه الناس. زي ما انتم شايفين هون داخلين على هذا المنزل عشان يداهموا، هي بعيونها عم بتشوف شيء هم مش شايفينه، عم بتشوف الترا فايوليت او بتشوف كم واحد موجود. طبعا القصة هون بدخلوا على البيت هذا، خليني شوية اقدم لكم اياها. فبشوف ناس بشكل وحوش زي ما انت شايف، زي انسان بشكل وحش، هذا هو الانسان اللي هو شايفه زي ما انت شايفين، هيك متوحش همجي شرس. لكن بكون هذا معاه جهاز زي لايت ديلوكس هيك الضوء، وبسلطه عليه فهذا بصير يشوف فلاشز. في الحقيقة بعد فترة بكتشف هذا الجندي، طبعا هو بقتل اكثر ناس في هذا فبيعتبروه بطل في الكتيبة، لكن بصير عنده شغلات غريبة هيك من سبب الضوء اللي سلطوا عليه الوحش هذا. بعد فترة هذا الطبيب اللي موجود في الكتيبة طبعا بحكي معاه، بقول له انه ما عندكش مشكلة ولا اي شيء، هاي هذه الاجهزة، هذا هو الجهاز اللي بيعمل فلاشز زي ما انتم شايفينه. المختصر هذا الجهاز هو بكون عبارة عن جهاز لتعطيل التشيب اللي موجود في الدماغ. زي ما انتم شايفين هون هو شايفها طبيعية. القصة كالتالي، انه لما زرعوا له التشيب في الدماغ هذا خلوه يشوف الاشخاص اللي ما عندهم التشيب او رفضوا يحطوا الشريحة في اجسادهم صاروا ناس متخلفين او همج زي الطريقة اللي هذا. فهذه هي تصوير، يعني خلوه يفكر انه كل واحد ما معاه التشيب، اللي معاه تشيب انسان طبيعي زيك زيه، اللي ما معاه تشيب هو همجي. هاي البنت صديقته عم تيجي الان وعم بتشوف كيف بدها تحاول انها تساعده، هي مش عارفه انها شيز كنترولد وانه عم بتحكموا فيها وبافكارها كيف بتشوف هدول الناس. لكن في الحقيقه هذا لانه تاثير الضوء، الجهاز هذا اللي اكتشفوه بطل التشيب او ابطل عمل الشريحه اللي في دماغه، فصار يشوفهم ناس طبيعيين زي ما انت شايفها هون، انسانه طبيعيه. لكن هي لانها مش حاطه الشريحه في جسدها، اي واحد حاطط شريحه بشوفها. طبعا بنكمل بالحلقه هون، انه بتدخل صديقته هاي، بعدين بيكتشف هو انه عن طريق هذا الجهاز تم كسر الذبذبات او الشريحه اللي كانوا موجود معطينه اياها. جهاز اخترعوه الناس اللي عشان يصحوا البشر اللي حاطين شريحه، انه يا عالم احنا بشر كمان زينا زيكم مش وحوش. وللاسف طبعا بيرجع هذا الشخص بتعذب شويه، لكن بيرجعوا بمسحوا له الذاكره، بقولوا له انت تبرعت شخصيا. في بعطوه فيديو انه هو توقع على دوكومنتس انه راح يدخل الارمي وراح يسووه الالتيميت سولجر او الجندي الذي لا يهزم. طبعا الحاله النفسيه بتكون طبعته صعبه جدا،
وللأسف طبعا بتنتهي القصة انه بيمسحوا الذاكرة تبعته وبرجع يصير نفس الحالة، بصير زي ما انت شايف هون بورجوه بالفيديو كيف هو توقع على انه هو بعطيهم من هذا، لكن بمسحوا له الذاكرة. هلا بعطوه طريقة. السؤال هون زي ما انت شايف هون ناس طبيعيين كانوا هم، هاي كيف شافهم هو. السؤال اللي بنحكيه، هل فعلا هذا الشيب رح يصير يستخدم بشكل واسع؟ هل فعلا احنا رح نصير ضحية انه نشوف الناس اللي البشر اللي زينا زيهم بس عشان مش حاطين الشيب نشوفهم وحوش ونقتلهم؟ هل فعلا ممكن نصل انه نسوي الجندي الذي لا يهزم او الجندي الخيالي؟ هل فعلا شوف هون لما قتل البنادم ورجيتكم اول الحلقه كيف كان شايفه، هل فعلا ممكن نوصل لهذه الحاله؟ طبعا حلقه كثير كثير صعبه نفسيا ان الواحد يفكر فيها. حلقات بلاك ميرور حلقات مش سهله، احنا حنناقشها كلها. اذا ما حضرتوا الحلقات الماضيه والحلقات القادمه احضروهم، اعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد، وسلام عليكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل